أزمات خطيرة يعاني منها القطاع الصحي في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، إلا أنه بات على حافة الهوية بسبب تفشي فيروس كورونا والأزمة المالية الخانقة التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي. الأزمة المالية سرعان ما أثرت على الواقع الصحي المتهالك أساساً، حيث تعاني أغلب مستشفيات العراق من نقص الأكسجين والأدوية وقلة المستلزمات الخاصة بعناية المرضى، فضلاً عن معدات الوقاية والعلاج الخاصة بكورونا. وزارة الصحة في العراق أكدت أن المخصصات المالية التي خصصت لها في موازنة العام الحالي والتي لم تقر حتى الآن ضعيفة جدا ولا تتناسب مع حجم احتياجات القطاع الصحي، إذ أن العراق لا يمتلك سوى ما بين 400 و450 سريرا للعناية المركزة في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفيات لأكثر من 5000 سرير، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا والأمراض والأوبئة الأخرى. تأثير كورونا يتفاقم مع تأخير الحكومة صرف رواتب الموظفين والذي طال الأطباء أيضا، حيث أكد الأطباء والكوادر الصحية أنهم وبعد كل ما يتعرضون له من اعتداءات مستمرة قيام الحكومة بتأخير رواتبهم لأكثر من 40 يوما بصورة مستمرة. أما النواب فقد أشاروا إلى أن المبالغ التي خصصت لوزارة الصحة لو كانت قد أنفقت بالشكل الصحيح لكانت المستشفيات العراقية وما يقدم فيها من خدمات من أفضل مستشفيات المنطقة، إلا أنها تذهب كغيرها من أموال إلى جيوب الفاسدين بطرق مختلفة، ما يزيد الوضع سوءا في العراق الذي يعجز حتى الآن عن توفير الأموال اللازمة لشراء لقاحات فيروس كورونا.